البدايات شغف حمدة من ناحية السيارات. يوم كان عمري 15 سنة اشتغلت في معرض حق 3 أيام، جمعت لي مبلغ عشان أشتري سيارة. اشتريت سيارة اللي هي كانت جيب شروكي موديل 1999 لو أنا مغلطانة، وهي هاي السيارة اللي خلتني أدش، ولا هي هاي السيارة اللي وصلتني حياتي حالية. لأن بديت أدخل فيها الرملة، فبديت أتعلم أسوق في البر، ويوم إنسان يدش البر يبدأ يخرب سياراته تحصل، فبديت أسير الجراجات. فأقدر أقول إن حياتي بدت من دخلت الرملة وكسرت السيارات، عقب صرت الجراجات أصلحهم، عقب شوي شوي استوت موهبة، عقب خدت السيارة الثانية بديت أزود، كملت وصلت وين ما أنا حاليا. من عمري 15 سنة لين 18، لا يعني أنا كنت أشجع نفسي، عقب ما طفت 18 الوالد بدأ يشجعني، ولين الحين واقف وياي يعني. بديت أسوق دراجات النارية في 2020، وقررت أني أستوي متسابقة، فطلعت ليسن الدراجة أول شيء اللي هو الليسن الطبيعي، عقب طلعت دراجة طلعت لي مدرب يدربني في التراك، فبدينا نتدرب في التراك لما طلعت الليسن حق المتسابقين اللي هو الريسينج لايسنس، ومن بعدها كملت دربي. السيارات نفس الشيء، ما اقتنع انا بالسياره اول ما اشتريها، بعد ما اعدل عليها اقتنع. أقدر أتكلم عن كل السيارات اللي أخذتها. أما الدراجة، أنصح بالدراجات الألمانية، شارات البي أم دبليو، لأن السيستم والسيفتي اللي فيه يعني غير عن الدراجات الثانية، وفي وايد أوبشنز حق السيفتي اللي هو يقلل يعني أغلاط الدراجة في الشارع. فالسيفتي في الدراجات الألمانية في وجهة نظري أنا أشوف إنه أفضل. إحنا دوم يعني في وجهة نظر كل حد ان الشخص اللي يسرع يعني هو متهور، بس في وجهة نظري انا لو اي انسان يبغى يسرع على الاقل يستعمل عقله ويحاسب، انا هالشيء ما اعتبره تهور. يعني مثلا قبل انا وايد كنت اسرع في الشارع وما كنت احاسب وما كنت احسب حساب غيري، يعني حتى لو سويت حادث يمكن في شخص ثاني يتأذى، يعني هالفكرة ما كانت تي قبل. أما حالياً قمت أوكي أسير في البروفيشنال سايد، مثلاً لو أبغي أسرع أسير أسابق في التراك، لأن في التراك في قوانين والسيارة تكون صالحة حق التهور لا سمح الله شيء استوى. في فرق لو مثلاً استوى حادث في التراك والإسعاف موجود والسيارة تكون آمنة من داخل، في فرق كبير استوى الحادث في الشارع بدون سيفتي. ف ها هو بين السرعة والتهور. ممارسة هواياتي يقلل من الضغط حقي أنا وايد، لأني أسوي شيء أنا أحبه، فهالشيء فرح لي. مهما كان أي إنسان يوم يسوي شيء يحبه يقلل توتر ولا يقلل من ضغوطات الطبيعية من الحياة. فسباقات الدراجات والسيارات والدريفت وهوايتي وايد يساعدني في حياتي، يعني لأن وايد يجيني ضغط في الشغل فيسوي بالانس. سباقات السيارة ما أسوي تمارين إلا اللهم أخلي عقلي يعني أريح نفسي ولا أريح بالي. أما سباقات الدراجة هي لازم أشتغل على اللياقة فترة عشان أقدر أسابق وما أتعب في السباق نفسه، لأن الدراجة وايد التعب واللياقة يعني لازم تكون موجودة، ما ترمون تسابقون بدون اللياقة، ما يصلح. ولا مرة شاركت في تل مرعب في السباقات، بس إن شاء الله يسافكر هالسنة. أما تل مرعب نفسه كل سنة أسير، هاي السيارة ما قصرت إياي، فأسير تل مرعب بس ولا مرة شاركت فيها.
أنا عن نفسي يوم أسابق لو مو بداش رالي، يعني في الرالي اللي هو سباق الصحراوي تحتاجون نافيجيتر اللي هو يدليكم الروت. أما السباقات العادية أنا ما أفضل أن أحد يكون إياي، لأن شوية يأخذون من تركيزي. فدوم في السباقات ولا في الدريفت ولا أي بطولة أسير أفضل أن ما أحد يكون إياي. عن المؤسسة الخيرية اللي عندي إياها في أفريقيا، يوغاندا مساكا. مساكا منطقة من أفخر المناطق في أفريقيا، في أوغندا، واخترتها لأنها أفخر منطقة، وما عندهم مدارس، ما عندهم مستشفيات، يعني المنطقة كاملة ولا عيادة واحدة. بس أنا ما بديت بني المستشفى، أول شيء بديت أن أكمل عليهم المدرسة اللي هي مدرسة الأيتام عشان يردون يفتتحونها. ومن هاي المدرسة اكتشفت أن ما عندهم مستشفى. كيف اكتشفت؟ لأن كانت في وحدة تشتغل في المدرسة كانت بتسمي بنتها حمدة علي، وعلى حظي ربت في يوم عيد ميلادي في 2019، بس للأسف هي توفت والجنين توفى لأنه ماشي مستشفى. فهاي القصة اللي خلتني أكتشف أنه ماشي عيادة قريب، لأن هي ربت على الأرض وتوفت. فمن هالقصة صرت دورت أونلاين حق أرض، اشتريتها، بنيت مستشفى خلال 10 شهور، طحت بغيبوبة من ضمن البني بس كملته. بس فتحت المستشفى كهدية عشان ما حد يرد يربي على الشارع ويموت. والحلو ان الافتتاح مال المستشفى في نفس يوم عيد ميلادي، وفوقها كله هيج كانت تبغي تسمي بنتها حمدة. احينا اللي احنا نعرف عنهم شيء 46 طفل مسمينهم حمدة. ف 46 ياهل اساميهم حمدة هاللي نعرف عنهم، فشو اللي ما نعرف عنهم ما ادري. وقدرت اني اربط الجمعيه المؤسسه الخيريه ويا الهوايه اللي عندي. مثلا الحين لو عندي سباق وعندي سبونسر، بدال ما ينزل لي انا مبلغ اخليهم هم يدفعون معاشات الدكاتره عندي، او يدفعون تكلفه المستشفى حق شهر ولا شهرين، وانا بتسابق باسمهم. فرمت اربط هذا ويا هذا، ان اقدر استفيد بهواياتي بعد أساعدهم هناك. فهالشي وايد مفيد حقي أنا، وايد سهل لي الأمور الصراحة. سعادتي هالأيام يوم تشوف شخص تاني، أكثر شيء الأيتام يوم اخترع سعادة حقهم هم، ولا أعطيهم مثلاً أفتح البيبان قدامهم عشان يقدرون يعيشون حياتهم وهم مرتاحين. أنا أحصل السعادة في هالشيء لما تشوف إن في شخص تاني يالس يقدر يعيش وهو مرتاح، وأنا السبب. أنا الحين أحصل سعادتي من هالشيء، فأنسى هواياتي وأنسى هذا كله لما تشوف شو يسوي في يوغندا. بس هاي السعادة الوحيدة اللي حالياً أعتبرها سعادة. أحس إن عندي نصيحة واحدة اللي هو، لأن أنا أتذكر هالشيء فيمكن يفيد غيري. يوم الحين الصراحة ما أسرع في الشارع نفس قبل، لأن علمت عمري أتذكر أن مو بس أنا الوحيدة اللي في الشارع، ترى في أوادم في الشارع. فأي غلطة المتهور يسويه هو يقدر يخلي شخص ثاني يخسر حياته. الحين مثلا لو في شخص تهور في الشارع لا سمح الله سوى حادث وخلى شخص تاني يسوي حادث وياه، وهم عندهم عائلة وتوفوا، الشخص هذا كيف بيحس عقب؟ يعني بيقدر يعيش وهو مرتاح ولا بيتم تلوم طول عمره؟ فأنا أتذكر هالشيء، والصراحة ما أحس إنه يسوى على شيء شرط التهور ولا شيء يعطيكم الوناسة كم من ثانية إن يخليكم تندمون شيء طول عمركم. فأنا أتذكر هالشيء لو سرعت ولا لو تهورت في الشارع، أتذكر إن في حياة ثانية، في أوادم حوالي، وأقدر أسبب شيء حقهم هم شو ذنبهم على شيء أنا تهورت فيه. فأنا أتذكر هالشيء كل ما أدوس ولا كل ما أسرع، يمكن غيري يرد يتذكر نفس الشيء.